وصفية اسمعي، المرأة دي كان اسمها رنجوس، رنجس مدري اسمه نرجس، مدام نرجس. مدام وانت قد تعرفين رنجس هي بالضبط هذه، لم تكن مهتمة بزيادة. زوجها رجل أعمال كان صاحب محلات ذهب وألماس اسمه عباد شمس الزعقاوي. عباد الشمس الزعقاوي هذا صيته ما شاء الله، صيته كبير ولا العقف الصيت حقه، هذا معروف معمق لا أحق زعقة صح؟ زعقة إيش؟ أقول لك زوجها رجل أعمال صاحب محلات ذهب ومجوهرات كبير، توفى وساب لها محلات الذهب والفلوس، هي ورثت الحين. شفت المحل اللي بأول الشارع، محل الذهب الكبير هذاك؟ هذاك حقهم. الله الله الله، أول مرة أشوف محل مجوهرات من تذهب، مع أنه مش بالعادة إنه يكون محل مجوهرات من تذهب. سبحان الله سبحان الله. عبد ودود خذ الطلب لمتام نرجس الآن، روح أتعرف على رنجس الآن. نرجس رنجس أين أسرح؟ أين شو ودي رنجس؟ رنجس مرات الزعقاوي. لا لا أرحب. لا أنا شاودوه، أنت شلوا الفاتورة هذه للطاولة رقم 3. خلينا نتعرف على رنجس، مش وقت المعرفة. شو ينفعني احنا؟ شو تنفعني احنا بالعروس؟ تنفعني احنا بهذه ذهب؟ شو عملنا تخبيط؟ شو تنفعني انت وتمكنوا الفاتوره ولا لا؟ شو ينفعك؟ شو ينفعك بس تروح لعند رنجس؟ خليه عبد الودود، اسرع.